سنة شوية بنتي شوية على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله شوية. الحمد لله البنات أطلعوني دابا من البلوك شوية. الحمد لله دابا الوحيد اللي أنا مخدمة خصني ندير حتى شي حاجة على راسي حتى الغدا إن شاء الله. عاد ديك الساعة ندير مخدة وعاد ديك الساعة خصني نوض. ودعيو مع أختكم وأخوتي دعيو معايا. شكرا. هنا البنات كانوا جاو عندي ناس عزاز على قلبي بحالكم جاو مساكن طلعوا عليا. ايوا اختكم ما نقولش لكم واحد الحاله راه يرتى لها، ولكن الحمد لله والشكر لله فاش كتشوف ناس عزاز كيطلعوا عليك ويجيو عندك راه كتولي الحمد لله شويه لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير. الحمد لله دابا راني طلعت لهنايا ما قديتش نهضر معكم قبيله مع ما نقولش لكم يعني كان عندي واحد الحرق هنايا في يدي. شوفوا هنايا هاد البلاصه هادي ما لقاوليش العرق وعاوتاني تقبوا لي هاد البلاصه هادي حتى هي يعني البناج هو مسكين اللي تقبل لي هاد البلاصه هادي شويه باش ما على حساب الحرق، ولكن واخا هكاك الضربه ديال ديك ليبره شويه صعيبه. و هو الكسكوت ديالنا راه هو فين كاين راه هوايا. واليوم راه قالوا لي ما نديرش المخده، عاد دابا جاو هزوا لي شويه هاد الناموسيه هادي وبحال شربت هذيك الصوبه. ها هي منوع عليا الماكله، منوع عليا حتى حاجه ما خصني ناكلها. بحال كليت هذاك الطانون كليت ديك الصوبه ما كملتش ما قدرتش نكملها معينا اصلا ما عنديش معاها. وكرشي عبتي حاط لي واحد الحاجه ثقيله ثقيله على كرشي باش تدخل. والحمد لله الحمد لله اللي تفكيت على خير وشفت كما تيقولوا الكتكوت الخوينز. الحمد لله هذا فضل من عند الله. واخا انا الصباح داس عليا والله بالخلعه يا البنات، واخا الحمد لله الكلينيك غزال 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 والتعامل زوين ماشي زعما التعامل زوين وكل شيء والرعايه وتيقابلوا كل شيء كل شيء كل شيء زعما كل واحد داير خدمته. وهذا المصحه هذه راه عاد جديده نيت هنا في جديده وتبارك الله عليهم التعامل ديالهم غزال. وكنتمنى منكم خوتي تزيدوا تدعيوا معايا نتشافى ونتعافى، يعني راكم عارفين عتي رجلي راه ما كنحركهمش. هانتوما يشوف هانتوما البنات شوفوا هنايا ما كنحركهاش واخا محطه ليا البلج كيخليونا لتحت في واحد لاشومبغ ديال الغافي حتى كنتواكدو حتى كان يعني تيطير لينا البلج من الرجلين حيت انا درت غير لوكال ما درتش يعني كامل. والحمد لله الحمد لله ضروري كتكون ديك الخلعه في الاول، ولكن ربي تيعاون والدعيوات ديال الوالدين والدعيوات ديال الحباب والدعيوات الصحاب. لقيت مني عاد جا عندي واحد الحباب بحال وجهكم الله يكبر بيهم ساكن جاو عندي الله يعز بيهم وقتهم ساكن عاد مشاو. يلا انتوما معايا دابا البنات لقيتو راه طلعوا لي العشيوه ديالي اللي غناكل فيها الحوت. ها هي فيها خضيره مسوطيه ها هي. ماما راه كتقول لي كولي بنيتي كولي باش تقدري توقفي على رجلاتك صافي. وهاد الصبه هادي ما عرفتش واش الصبه ولا ما عرفتش شنو هادي الصبه هادي هادي وخلاص. ودانون اميها ماما قالت لي ما تاكليش الخبيز حيت هما اصلا منعوني من الخبز على حساب راكم عارفين مع سيزاريان راه كتكون شويه صعيبه. ايوا انتما خوتي كنشارك معكم اي حاجه انا ناكل ديك الساعه ونرجع معكم. اوه هنا خواتاتي اش غنقول لكم اصعب 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 لحظه اللي مريت بها في هذا الوقوف هي هذه البنات هي هذه الوقفه هذه. بعد البنات الوقفه الاولى راه ماشي هي هذه راه الوقفه الاولى راني طحت طاح لي لا طونسيون البنات وجوج فرمليات مساكن خوع عليا الماء وغبت وهزوا لي رجليا وفوق الباياس وقلبوا لي راسي لتحت ورجليا الفوق باش الدوره الدمويه ترجع.
واش غنقول لكم، الحمد لله على كل حال. هذه البنات المشيه الثالثه اللي شويه بديت كنتمشى، بديت كنتطلق. الحمد لله الله يجعلها مغفره الذنوب، هذا الشيء اللي غنقول، الله يجعلها مغفره الذنوب. وما راه ما فينا حتى شي حاجه. وعاد البنات راكم عارفين يعني الفتحه اللي كتكون هكا يعني ماشي غراز، كتكون ليزر راه يعني راه كتبرا دغيا، ولكن راه ضروري كيكونوا تيكون الالم قبل ضروري. والحمد لله، الحمد لله والشكر لله. سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله راه حال حسن من حال دابا. هذه يمكن النوضه الثالثه، حيت النوضه الاولى طحت فيها البنات، كانوا جاو نوضوني مع 5 الصباح وطح لي لا طونسيو وطلعت لي السخفه صافي، وبقاو كيرميو عليا الماء صافي، وحتى تواقت عاد قلت ان شاء الله حتى لهاد الوقفه الثالثه عاد نصور لكم وتشوفوا المعاناه. والحمد لله، الحمد لله على كل حال. الله ييسر الامور، والله يعطي لكل الولية وكل فتاة وكل امرأة الدرية الصالحة. رضعت معاكم من قلبي فاش كنت كنولد، والله يزوج اي فتاة مسكينة بغات تزوج، والله يعطي لاي واحد شي حاجة يحقها في حياته. ودابا اليوم اخوتي كيف ما شفتوا دابا صافي، هذه المشية الاخرى هنا في الطبيب جات عاد بدلات لي الفاصمة وبدلات لي داك الدوايات وداك الشيء، واللي مجربه هاد الوقفه هذه ومجربه العمليه هي اللي غتحس بيا. واخا البنات جربت ديال بنتي هذه، يعني ما نقولش لكم العمليه في حد ذاتها زوينه، ما تقصحتش فيها، ولكن فوقاش كان عندي الالم والحريق هي من بعد العمليه، ولا طونسيو كنطيح ليا كتطلع ليا السخفه، هذا هو المشكل اللي كان عندي. والحمد لله، الحمد لله على كل حال، ربي معانا وتيوقف معانا وتيعاوننا. وفاش كنشوفوا العوينات ديال الكتكوت او الكتكوته راه تنوليو الحمد لله راه ناعس، راه ناعس مسكين. الحمد لله شافوا البيدياتر، هذا هو المهم، انه قالنا مزيان الامور مزيانه، داز قلبو كل شيء الحمد لله مزيان، وهذا فضل من عند الله، والله يسهل عليكم، الله يسر لكم الامور، وهانتوما معانا. الله يسلمك حبيبتي، شوفي اختي شوفي، سمحي لي. الله يسلمك اختي، الله يسلمك. صافي هنا اخوتي خرجت من لاكلينيك، جا مول الدار نيت باش يخرجني، يعني ما كاينش بحال الدار، الراحه ديال الدار وتاكلي امك لا مزيانه وكلشي زوين، واخا لاكلينيك حتى هو فيه ماكله زوينه وكلشي، ولكن الراحه كتكون اكثريه في الدار، حدا العائله وحدا الحباب وحدا كلشي الحمد لله.